متابعين مع الاكستريم سبورتس ومنوصل لتوب ستوريز وموضوعنا عن الدراجات النارية مع مروان كيروز وموريس كيروز ابنك عن عمر 13 سنة. قدرت موريس تاخد بطولة بسباق الدراجات النارية وهيدا الشيء عن جد نحن استغربناه من شوي. بونجور مروان. بونجور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك موريس ومبروك. مروان رح بلش معك لحتى تفسر لنا شوي عن هالرياضة، رياضة الدراجات النارية وعن السباقات اللي بتصير وكيف شاب عمره 13 سنة بيقدر يكون عم بيخوض هالمجال هيدا. رانيا هي الموتو، بتعرفي أنا بالسبور اكستريم من زمان بالموتويات وبالمارشل أرتس كمان. بحب الموتويات كتير، ووقتها كنت صغير أنا كانوا أهلي ما يخلوني أسوق موتو ومدري شو، بتعرفي بالأهل هم لبنان ممنوع الموتو كذا، كنت دايما أهرب لأخذ موتو وأعمل وعملت حوادث أنا وصغير. بقى حبيت انه انا اولادي ما اعمل نفس الطريقه، انه يكونوا هن انا اللي شجعهم وانا اللي فوتهم بهاللعبه هيدي بطريقه انه تكون سيف لهم. يعني بنلحق كل الطرق الامان واكيد ما بيسوقوا على الطريق لانه هن صغار. وبلشت القصه كلها من وراء ابني الصغير اللي عمره كان 7 سنين اللي هو قاعد معنا كمان هون. هاي ماتشو. هو اللي تشجع انه يكون عنده موتو، وكان عمره 7 سنين، على عيده 7 سنين اشتريت له اول موتو. بس بدي شوي كمان اخذ معلومات منك مروان، وكثير مهم يلي عم بتقوله انه نحن اليوم فينا نشجع اولادنا مثل ما كان عم بيقول امين من شوي. هلا بدنا نحكي شوي معك امين. يعني المهم انه نعرف ناخذ الماجرز تبع السلامه العامه. اكيد. وكمان الموتو يعني اي موتويات بيسوقوا هن. لك اهم شيء بس بدك تعملي الشغله تعمليها بكل السبور بالرياضات بتعمليها بطريقه مضبوطه. نعم. والسيفتي ميجرز هي نمبر 1 اهم شيء. يعني بالسبور الموتو اللي بنعمله نحن الموتو كروس او الموتو اندورو اندورانس، يعني فيها كل التياب اللي بتلبسيها السبيشلايزد لهذه الرياضه. يعني البوتس اللي لهون حتى اذا طلع الموتو على اجريك ما بتنكسر اجريك، البادي ارمر، الهلمتس، في كل شيء، الكفوف، عرفتي؟ يعني ما بتخافي انه تحطي اولادك، واكيد اكيد ما بيسوقوا على الطريق. في تراكس معينين، في اكاديميز معينين، وفي جروبس يلي هن الفينيشن جوتس يلي نحن بنشارك معهم. ناس كثير عندهم باشن لهالرياضه. وعم بجربوا بشو موجود بلبنان انه ننظم بطولات مثل هيدي. وصلنا بلش موريس عمل 10 سنين اول مره اشترى اول موتو. موريس خبرني كيف بلشت، كيف حبيت هيدي الرياضه، ويعني كيف هيك قلعت لحتى توصل انه تاخذ بطوله؟ يعني كان في صعوبات من اي عمر وكل هالامور هيدي، كيف بلشت؟ انا اول شيء ما كان حبيت الموتويات، فات خيي فيها فشوي شوي بلشت فيها، فات بيي كمان شجعت، هلا صرت فتت بالموتويات شوي شوي، فتت على البطوله وهلا عم. ليه بالاول ما كنت كثير يعني لك الموضوع او ما كنت تحب، وكيف شوي شوي صرت تحب؟ انا قبل كنت حب الاتوبيات، لايك باجيز وهيك الاوف رود، بس موتويات ما كنت حب. نعم. فات خيي. ليه؟ كنت حاسه خطره او شيء؟ لا بس ما كنت عارف فيها اوكي فتت فيها. مين علمك؟ خيي الصغير. خيك الصغير على لك يا ماتو قديشك قوي؟ معقولة؟ بس والله عليك لازم تكون معنا بالفقرة على كل حال. هي بلشت جربت عليه، جربت معه بعدين فتت فيها، صرت أحسن من كلهم. أيوه ربحك. يا مروان ما الله عليك. كيف كل قد إيه بتتمرن أو بتلعب أو بتمارس هالهواية؟ مرة بالجمعة أوقات مرتين. قد إيه وقت؟ يعني فرجينا وجهك شوي ماتو ما عليه. الو اسم الله عليك. اذا مره بالجمعه 5 ساعات، اذا ما كان 5 ساعات على فرد سحبه. واو مروان كيف بيقدر يوفق شاب بعمره بين مدرسته بين حياته بين هالهوايه؟ نحن بنطلع بالصيفيه اكثر شيء، واوقات بنطلع كنا على البترون او على حمانه، بلشنا بحمانه بعدين بالبترون، بنطلع بنقعد نهار السبت كله. هي اتس كوميونيتي، يعني بنطلع لفوق بنتمرن ساعة بنريح بنشوف أصحابنا بنرجع بنسوق ساعة تانية. وموريس بتعرف الأولاد، يعني هون عم نشوف موريس أول ما بلش ببترون كان بعده أنجأ بيعرف يسوق للموتو. يعني وبدك تتعلمي إنه تغيري كلتش
وتعملي كل القصص هيدي، وببلش هون يعمل سباقات. كان صغير كتير يعني، كان يسابق مع ناس عمره 15 و16 وهو كان عمره 10 سنين، كان كتير صغير. كنت شجعه، بتعرفي منا هيني انت عندك ولاد بتعرفي، هون صرت انا فوت بالبطولات كمان، صرت انا فوت. يعني انت على حجتهم؟ انا على حجتهم اشتريت موتو وفت معهم بالبطولات. بس ماتيو كيف يعني، من وين تعرف ماتيو على هالهواية؟ قلت لك ماتيو كان في جروب اجوا على لبنان بالزمانات عملوا شو موتو كروس جامبينج اسمه ماستر اوف ديرتس. اسف تاسف. رحنا تفرجنا عليهم هون، عم شوف موريس وقت جبت له موتو عمره 10 سنين على ايده، 10 سنين كثير كثير حبه وانبسط. بقى اجوا هدول تفرجنا عليهم رياكشن. ايه رياكشن تبعه. بقى تفرجنا عليهم وحبيناهم، عزمتهم لعندي على البيت كل اللي بيعملوا شو، اجوا لعندي صار يلقطوا لماتيو كان عمره 7 سنين يعملوا له كل بيوت ويزتوه وينطنطوا فيه وكذا، انبسط فيهم ماتيو. هون انا البيت قلبتها، صرت انا فوت بالسباقات على عمر 45 سنه 46 سنه، عم فوت انا بالسباقات وسابق مع ناس اصغر مني بنص عمري. بس اشجعهم كثير حلو، بس واقلب وكسر حالي بس ليك سبورت كثير حلو. قلعت يعني انا ربحت البطوله هلا كمان اخر، ربحنا انا وياه واول انا اول، كل واحد بالكاتيجوري تبعه. نعم. الحلوه بالسبور هيدي الانديرانس بتعلمك انه مثل الحياه بتقلبي بتقومي بتطلعي بتنزلي ما لازم توقفي. يعني الحلوه فيها هيدي اللعبه، اخر سبق قبل اخر سبق عملناه بدك تضلك عم تسوقي على الساعه مده ساعه انديرانس، ما بدك توقفي وبتفوتي لتخلصي السبق. نعم. لقيت حالي انا قبل اخر سبق طلعت ثالث، ما كنت عارف انه حطلع ثالث يعني. بس هالموضوع قد ايه نفسيا مهم، كمان مهم لشاب كمان مراهق مثلك موريس، يعني قد ايه بيريحك، قد ايه بفضي ستريس منك، قد ايه بتصير اروق واهدى، تغير شوي طبعك هيك بين بيفور اند افتر؟ يس. بس اول ما فتت I was like stressed وما كنت مريح كثير على الموتو، لانه اول شيء الموتو كان كبير علي وكل ما اوقع it's hard for me to pick it back up وبلش امشي. بس هلا هين عودت عليها و انا بحب to go to places لانه it's just the feeling of it and especially with my dad. شو الفيلينج يعني لما بتحكي عن الشعور قد ايه حلو؟ اي شعور بيعطيك بتعطيك هالرياضه موريس؟ فريدم، حريه. yeah. كثير حلو، يعني بتحس حالك مفصول عن كل شيء، كل مشاكل الدروس القصص يلي بتتعبك وبتعطلك. هام صح، يعني بيطلع على بالك انه خلص اليوم على بالي كثير اطلع اعمل موتو. كوريك. بتشجع رفقاتك انه انه يروحوا معك يجربوا؟ اخذت اصحابي مره مرتين. مروان كمان المهم انه نحكي اليوم بموضوع انه بلبنان في هالقد احترافيه بالعمل يعني، وفي هالقد السلامه العامه محافظين عليها، يعني ضروري كمان ننوه على هالموضوع. صحيح، هي لازم نحكي شغله عن جد ونشكر الشباب اللي عم يشتغلوا عليها، يلي اللي عندهم هن الفينيشينج جوتس يعني جينو يزبيك و وفرات خليل، وعندي كمان الكوتش رفيق عيد يلي عندهم، وكمان بحمانة في عندك جهاد يلي عندهم مدارس عم بيعلموا على العالم والشباب، وأحسن يبلش على صغير الواحد. نحن أنا كنا كل ويكند كنا نطلع، كنا ناخد معنا أصحابه لموريس نعودهم. هلا مشكلتها هيدي السبور انه مثل لكن طبيعه يعني، من مجرد ما نطلع على المناظر اللي عم بتكونوا فيها هيدي اوريدي بتعطي. ما هي هيدي لبنان قديش حلو، بتروحي نحن بنعمل روندوني على مطويات على الطرقات. كيف عم تتصوري حالك عم تطلعي بطرقات بقلب الخضار؟ عن جد بتفكري حالك باوروبا يعني. اوقات بنشوف بقر، بنشوف معزي، بنشوف جميع انواع الحيوانات البريه اللي ما بتشوفيها عاده، لانه نحن عم نروح على الانفايرمنت تبعهم. بعدين الشباب اللي بنسوق معهم يعني بتشوفي كثير بيحافظوا على البيئة. على النيتشر، على البيئه، يعني ما بنكب شيء، بننتبه اذا قعدنا عملنا اكل او شيء بنضبضب محلنا. والشباب عن جد عندهم باشن كثير حلوه، وحرام ما يكون يضوا عليهم، ورياضه كثير حلوه لانه ما بتزعجي حدا، وفيها يعني بنمشي بطرقات. قد ايه بتثقل الشخصيه، يعني قد ايه الانسان بيصير اهدى، بيصير يحترم، بيصير يروق، بيصير يكتشف. يعني موريس انه بعمركم ما كثير بتحبوا تروحوا على الطبيعه، ما هيك؟ يعني بين رفقاتك بتروحوا على مول، بتروحوا اكثر تكنولوجي وهالامور، قد ايه كمان صرت تحب الطبيعه من وراء هالرياضه؟ كثير، يعني هلا منها
ما بقعد بالبيت بقى خلص بظهر بعمل قصص برا بالطبيعة. صار بدي خلقك يمكن إذا قاعد قدام سكرين أو مزروب بالبيت 100% صار الجيل هذا كله قاعد ورا البي اس 4 والتليفون وهذا. أنا كل قد ما فيه تكون تأس شوية يلا أمنا نطلع منروح نخذهم ثلاثتهم ومنجيب أصحابنا ونطلع بالطبيعة لأنه شيء بياخذ العقل. رياضة كتير حلوة وبشجع كتير عالم يعملوها يعني. هلا أوكي مكلفة بس كل شيء صار مثل البلية 100% يعني بدي أقول لك أنه أوقات منكون عم نتكلف على أشياء أو على رياضات ما عم بتوصل الأولاد لمحل وكمان ما بتلايم هن الحب تبعهم. بدي أخذ تعليق أمين إذا بتسمح لي مروان يعني بهالموضوع بالذات. أمين كنا عم نحكي قد إيه مهمة هالقصص، شو تعليقك؟ أول شيء بدي بلش أنا أقول ماتيو موريس محظوظين بانه مروان كيروز بيو مروان كيروز بطل عالمي والمايند سيت تبعه حاضر جدا. مروان بيعرف من اين تؤكل الكتف نظرا لانه هو ممثل لبنان بطريقه كثير حلوه بطريقه مشرفه برياضه المواي تاي. ولكن انا بدي روح للتعبير اللي استعمله بالاول مروان وقال التنشئه وهيدا هو الكور تبع فقرتنا وكيف ساقي الدغري وصل بعد فقره اكستريم. اليوم ما خوف ابنه ما خوف ماتيو وقت قال له ماتيو بدي جيب موتو شجعه ولكن عمل له تنشئه صحيحه بعالم الاكستريم فهمه انه هدول مثل الاوبستكلز اللي بتشوفهم بالحياه. اليوم ماتيو رح يطلع على رح يبلش من بيز لاين ولكن رح يتعلم الاسس الصحيحه لهالرياضه يلي هي تعتبر كثير اكستريم. انا بدي هنيهم اثنيناتهم يعني كل العائلة بدي هنيها. Thank you أمين وأنا كمان بدي هنيكم مروان عن جد يعني برافو على هالهيك التوعية يلي عملتها اليوم وكمان على هالشباب الحلوين الله يخلي لك إياهم. قد إيه كمان ببعدهم عن المشاكل اللي عم نعيشها اليوم مروان يعني بين المشاكل الاقتصادية والصحية قد إيه هيك في فصل عن هالموضوع اليوم؟ يعني أكيد بهالحالة اللي نحن فيها بالكوفيد والحالة الاقتصادية وكذا الواحد بده يرفع عن حاله شوي يعني وما في احسن من الطبيعه انه واحد يطلع يقعد فيها يعني والرياضه كيف تقدر جمعها هي رياضه رياضه وبالطبيعه مع بعض يعني واحد بيروح بيعمل هايكنج ممكن يعمل بيسكليت في يعمل بيسكليت حتى بالطبيعه. نحن نقينا هلا نحن نعمل بيسكليت كمان وبنعمل الموتوكروس. حبينا الموتوكروس لانه نحن بنحب المطيات وبنحب الاكستريم مثل ما قال امين ونحن جايين كمان اولادي بيعملوا موي تاي وبيعملوا ابطال و بس اليوم حبينا نضوي على هيدي الرياضه الحلوه. موريس رح تكمل بهالهوايه هيدي؟ اكيد. بتحب توصل للعالميه ايضا؟ بركي ان شاء الله يا رب نشوفك من ابطال العالم واكيد بهمه الوالد. يعطيك الف عافيه مروان كيروز ونحن فخورين فيك كثير موريس وان شاء الله بتكونوا هيك قدوه لكل الشباب. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي كثير. رح ناخذ بريك صغير وعم نرجع.